حياكم الله إخواني أخواتي متابعين القناة، أهلا بكم في معلومة جديدة أو فائدة جديدة. اللي ما عنده ماء زمزم كمان يتابع للآخر، راح أعطيكم وصفة جدا رائعة للعلاج. قبل هذا راح أعرفكم على ماء زمزم. اللي ما يعرف على ماء زمزم إلا شيء القليل، إن شاء الله تستفيدوا اليوم. ماء زمزم أجريت بحوثات كثيرة على هذا الماء، فوجدوا فيه معادن جدا، تركيز المعادن فيه عالية، نسبة الصوديوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الكبريت بنسبة أعلى بكثير على الماء العادي. فماء زمزم يوجد في مكة المكرمة على بعد 20 متر من الحرم المكي، ويعتبر ماء زمزم مقدسا بالنسبة لكل المسلمين حول العالم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. صدق رسول الله، وهو الماء الأنقى والأطهر في العالم. سبحان الله، له خصائص وفوائد جدا رائعة، فهو لا يتغير لونه ولا رائحته ولا طعمه ولا يتعفن. يحتوي على مركبات كيميائية تقضي على جميع أنواع البكتيريا والفطريات وتحد من انتشارها وتكاثرها. عنده فوائد كبيرة للمرأة الحامل والجنين، ويساعد في نمو الجنين في الرحم بشكل طبيعي ورائع جدا. يعمل على تدمير جميع أنواع الخلايا السرطانية ويحد من انتشارها، فلذا نوصي المرضى بشرب ماء زمزم بنسبة كبيرة بإذن الله إن توفر طبعا. يخلص الجسم من جميع أنواع السموم والفضلات، ويعمل على تأخير ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة إن شربناه أو حطيناه على الوجه، فهو يقوي جهاز المناعة عند الإنسان، ويساعد في عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية وتمثيل المعادن، ويزود الجسم بالطاقة التي نحتاجها. وحتى إن ما توفر عندكم ماء زمزم لازم تكمل الفيديو، لأني راح أعطيكم هدية في آخر الفيديو إن شاء الله الكل يستفيد. فماء زمزم هناك الكثير من الأمراض يعالجها، فهو يخلصنا من جميع أمراض العيون والقرحة الموجودة في العين. فمثلا أنا حطيت قبل وصفة حقت علاج العين أو الرمد أو علاج مشاكل النظر، ففينا نستبدل الماء العادي بماء زمزم ونحط عليه الحلبة. الفيديو متواجد في القناة إن شاء الله الكل يستفيد. فيساعد على علاج مشاكل ضعف البصر. ماء زمزم يساعد على التخلص من أمراض القلب المزمنة، أمراض الدورة الدموية اللي عندهم الدورة الدموية غير منتظمة، وينظم الدورة الشهرية عند النساء، ويعتبر أحد الحلول اللي تساعدنا من التخلص من مشكل البدانة وزيادة الوزن، فيعطي لأجسامنا توازن ما شاء الله. يعتبر حلا لمشاكل السكري، اللي عندهم سكري يشربوا كمية كبيرة من ماء زمزم فيعدل نسبة سكري في الدم. والصداع النصفي، اللي عندهم مشاكل في الصداع النصفي بيشربوا به أول الصباح، يفطروا به أو قبل ما يناموا ماء زمزم لما شرب له. وبعض أمراض الكلى كمان ماء زمزم يصفي الكلى وينقيها، ويعتبر دواء لحمى القش وللربو ولحصاء الحالب وللمثانة، جدا رائع لالتهاب المفاصل وهشاشة العظام. سبحان الله، كل العلاجات فيه، يعالج جميع مشاكل الانتفاخ حتى عسر الهضم وقرحة الاثنى عشر، المعدة، يعالج التهاب اللثة، نمضمض ونشرب ما نرميه، حساسية الأسنان والأمراض الحساسية، حتى الحساسية اللي في الجلد جدا رائع، ما نستحمى به بس نرش على بدننا لين تجف الماء على الجلد، يعني لازم الجلد. ما وجد عندكم ماء زمزم يمكن استبداله بماء المطر أو المياه العادية المعدنية النظيفة. نشيب ماء زمزم بإذن الله هو لحاله شفاء، فسنا رح أعطيكم اليوم وصفة جدا قيمة ورائعة، سواء حطيتوا ماء زمزم أو الماء العادي. نأتي إلى سورة المؤمنون، ما شاء الله تبارك الرحمن، آخر السورة، أربع آيات الآخرة، الأخيرة من سورة المؤمنون، نقروها أكثر من مرة، يعني حبيتوا تقروها 3 مرات، 7 مرات، 21 مرة، أنتوا أحرار، يعني ما فيها عدية ورقم معين، المهم تكرر الأربع آيات الأخيرة من سورة المؤمنون على الماء، نقرب فمنا نكون على طهارة، ونشرب منه، وما شاء الله تبارك الرحمن، لأي علاج، لأي مرض، أي شيء راح يروح المرض ويختفي في يومه إن شاء الله. الكل راح يستفيد. إن عجبكم الفيديو شجعوني بلايكات، لا تنسوا اللايكات، وإنكم زرتونا أول مرة اشتركوا معنا ليستفيدوا الجميع بإذن الله. أحبكم في الله، ومع السلامة.